السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي راكم خواتاتي؟ نتمنى انكم بخير ان شاء الله. كما راكم تشوفوا خواتاتي اليوم بغيت ندير الطعام لوليداتي، وبغيت نشارك معكم الطريقة اللي ندير بها انا الكسكس تاعي، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم الطريقة وتبعوني ان شاء الله. باش نديروا لا ريسيب تاع اليوم خواتاتي، نحتاجوا شوية تاع كرافس، نحتاجو 3 حبات تاع زروديا ولا 4، نقطعوهم كيما هكا طوال. نحتاجو 2 حبات بصل كبار مقطعين هكا كيما راكم تشوفو في قطع صغيرين هكا. ونحتاجو 2 حبات طوماطيس مقطعين على 4، 2 حبات بطاطا مقطعين على 4، 2 حبات كابويا خضراء مقطعين ثاني على 4، لفت 2 حبات لفت ثاني مقطعين كيما راكم تشوفو فيهم. ونحتاجو بيان سور نحتاجو طعام، هذا طعام مويان كما راكم تشوفوا فيه، انا نستعمل مويان كي نبغي ندير الطعام تاع المرقه. هذا لحم تاع خروف، كما تقدروا تبدلوه باللحم تاع الدجاج، سواء لحم تاع الدجاج سواء لحم تاع خروف، سواء ديروهم للزوج شويه شويه ماشي مشكله. هنا نحتاجو زوج مغارف كبار تاع كونسونطري طوماط، ما يكونوش معمرين بزاف، طماطم مصبره. نحتاجو الزيت، وهذه حب الكحله ولا الابزار كما يقولوا اخواتنا المغربيات. وهنايا قرفه، وهذا ملح، والكمون والبابريكا. والكمون غير بغيت نقول لكم قدام نبدا، حنا في الغرب نديروا الكمون، واللي ما يبغيش يدير ثاني ما يديرش، مي حنا في الغرب نديروا شويه كمون وجربوه وتشوفوا بلي الطعم تاعكم يجي هايل. كما راكم تشوفوا خواتاتي، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غادي نبدو على بركة الله بالحاجة الأولى اللي ديروها قدام تبدو المرقة تاعكم، تنفخوا الطعام تاعكم. باش تنفخوه غادي دابا قدام تنفخوه ديروا شوية تاع زيت كيما هاك، بون مديروش بزاف. ومن بعد تبدو بيديكم تدخلوا هذاك الزيت في الطعام تاعكم كيما هاك، باش من بعد كي تنفخو يقعد ميتلصقش مع بعضه ويجيكم ساهل. من كي تبغو من بعد تحلوه يجيكم ساهل هكا. وغادي نقول لكم حاجه، كل وحده الطريقه تاعها، نظن بلي قد ما كاين فوكلاط قد ما كاين طرق اللي ديروا بهم الطعام، كل وحده عندها الطريقه تاعها. ودائما تكوني مبتدئه، خاطش في الاول كاع ما كناش نعرفو، ومن بعد قد ما ديري خطره زوج ثلاثه اربعه هي من بعد تولي سيء، بصح كل واحد عنده الطريقه تاعه. هي ديروا كيما هكا تاتي، دخلوا مليح الزيت تاعكم، كي تدخلوه مليح هكا تحكموا الماء تاعكم اهو وتنفخوه. انا النفخه كاع كاين اللي ترشه بالماء دير ترش الماء، انا لا، انا نحكم هكا خواتاتي ونفخها كاع. هذه طيب شفتوا الماء هذا ديروا له كيما هكا، كبوا فيه كاع الماء حتى يدرك هكا. من بعد تحطوا بيديكم هكا ماشي بزاف ثاني هكا، كي تنفخ مليح كيما راكم تشوفوا، ما تبطوش ثاني ما تخرجوش بزاف في الماء كيما شفتوني درت، كي ما يتنفخ تحكموا الطعم تاعكم. راكم واجدين الكسكاس هنايا فوق، ديروا فوق زلافه فوق باسينه ولا، وتكبوا ديريكتومون الطعم تاعكم الكسكاس بالطريقه، وتخلو الطعام تاعكم حتى ينشف مليح مليح كيما هاك خواتاتي. كسكاس شوفو راني دايره باسينه من التحت ودايره تبع الفوق، ونخليه دروك حتى يبس حتى يولي كاع يبس. فوالا كيما راكم تلاحظو خواتاتي، بسم الله غادي نبدو نوجدو المرقة تاعنا. نحكمو الزيت هو اللول، نفرغو شويه زيت كما راكم تشوفو. من بعد نضيفو اللحم تاعنا كيما قلت لكم، اللحم كل وحده دير شنو عندها في دارها. انا اللحم هذا تاع العيد، سي بوغ سا راني ندير بالخروف، موالف نديرها بالدجاج تاني وجي جبد. هيا ديرو هكا، ديرو اللحم تاعكم ولحم تاني على حساب افراد العائله.
نضيفوا اللحم بالبصل، تخلوهم ينقلوا ما بعدهم. كما راكم تشوفوا خواتاتي راه اللحم تاعي غنطم طيب نقلى مليح مع البصل، خلينا نقلو مليح مليح نقص الغاز تاعو، خلينا نقلو كي ينقلى نزيدو الطماطيس تاعكم جوج حبات مدافعين كتكون على ربع كما هاكا، نضيفو الزروبية تاعنا نضيفو les épices. كما راكم تشوفوا من بعد ما درنا الخضره تاعنا اللحم البصل لي زيبيس تاعنا دروك شنو غادي نديرو، غادي نسقو غادي نديرو الماء تاعنا بسم الله، ودائما كوبوا الماء تاعكم فوق لي زيبيس اللي درتوهم فوق الطماطيس هكا باش كلشي يتخلط مع بعضه، والماء راكم عارفين ديروه دائما حتى يدرك كلشي سورتو لاصوص تاع الطعام خاص تكون كاينه خاطر كيما غادي تقلعوا من بعد اللحم لاصوص غادي تهود كيما هكا خوتاتي، تحكمو مغلوف تخلطو مليح باش كاع لي زيبيس هادوك يدخلو مع بعضهم، طوماطيس تاعكو فيه كلشي مع بعضه هكا غي شويه ماشي كاع تاني تعود كيما هاك، كيما راكم تعرفو خوتاتي الكابويا الخضرا و البطاطا منديروهمش درك خاطش هادوك يطيبو بالخف، هادوك حتى كي تشوفو اللحم تاعكم طاب كي تبقى 10 دقائق ولا ربع ساعة عاد ديرهم يطيبوا مع المرقة، غادي نضيف الكرافس تاعي فوالا أنا محزمه تخيل هاكا باش من بعد كي تبغو تقلعو تقلعو كيما خاطش في الدراري تاني ميبغوش كرافس، ديرو كيما هاك خوتاتي دخلوه مليح لاصوص تاعكم، ودايما يكون عندكم محامي في البقريج هاكا باش من بعد كي طيب تاني لاصوص تاعكم تعاودو تاني تمرقو تعاودو ديرو له الما. دوك غادي نبلعو خوتاتي على المرقة تاعنا، أنا منبلعش باسكو منبغيش الخضرة تاعي تنطحن ولا تجي هاكا مفتة، أنا نخليها محلولة واش تا هو نطلع نديرها نطلع الحرارة باش طيب بالخف، ومنبلعش كيكوطة تاعي كاين لي تبلع كيكوطة تاعها حتى يطيب اللحم ودير الخضرة تاعها كل وحدة والطريقة تاعها. كما راكم تلاحظوا خوتاتي بعد ما فورت الطعام فورت مرتين، فورت المره الاولى ودرت له الملح وعاود ثاني شمخته بشويه تاع ماء درته يفور وعاود فورت المره الثانيه، ودروك كما راكم تلاحظوا غادي نحله شويه ندير له الدهن، غادي ندير له الدهن والسمن صافي، ندير شويه دهن شويه سمن، واللي ما تبغيش سمن دير الدهن وحده طب راسها كل وحده دير الحاجه اللي تعجبها، ولا بغيتو ان شاء الله المره القادمه نوريكم
ديروا تفور الطعام، باش كاين ما يعرفوش مساكين يفوروا الطعام. وكان عدة طرق، كان الطعام الرقيق يتفور بطريقة، وكان الطعام هذا مويا. أنا بول مرقة نستعمل مويا، فوق السفلة نستعمل الرقيق. كما راكم تشوفوا ها هو الطعام وجد. دوك غادي نديرو له، غادي ندير له مغرف تاع دهان نورمال كما راكم تشوفوا هكا. فوالا غادي ندير له مغرف تاع سمن. السمن كما قلت لكم ما سي با اوبليي، اللي يعجبها دير واللي ما يعجبهاش ما ديرش. هاد في البلاد علام عندهم الدهن تاع العرب علامة. ها شويه كيما هاك فوالا. المهم انا فورتها مرتين، كان لي فورو ثلاث مرات، ثاني في التفوار كل واحده وطريقه تاعها. كان لي نفخو بالماء حامي، كان لي نفخو بالماء، انا نفخ بالماء بارد، كان ثاني نفخ بالماء حامي. انا قلت لكم ما كانش طريقه واحده، كان عده طرق. فوالا خواتاتي، من بعد شديرو تغطو الطعام تاعكم، نستنوا حتى توجد المرقه، من بعد غادي نوري لكم في صحن التقديم ان شاء الله. بعد ما طابت المرقه خواتاتي كما راكم تشوفوا، كي درت المرقه طيب خليتها طيب قريب 45 دقيقه، وكي شتها طابت واللحم بدا يطيب زدت الكابويا الخضراء والبطاطا. صافي غادوك ما ديرونش في الاول، ديروهم حتى يطيب شويه اللحم. ودروا كما راكم تشوفوا طابت البطاطا والكابويا، نطفي على المرقه تاعي ونضيف في الاخير. انا دائما ندير كما هكا، نضيف شويه ملح. وانا نبغي ندير بيدي هكا شويه ملح، ودائما ندوقو ندوقو باش تعرفوا لي خصكم تضيفو ولا ديفو ما تضيفوش، باش كنضيف لكم نيشان. وغادي نضيف شويه تاع حب الكحله كما يقولو خوتاتنا المغربيات، شويه بزار. هادي دائما كيطفو في التالي كما هكا، حب الكحله هي اللي تساوي المرقه تاع الطعام. وهذه اللي نديروها حنا في الغرب، ملي ما بغيتوش ديروها ثاني ما ديروهاش، صافي جربوها. دي فوا حاجه تقولوا ما نبغيهاش بصح كي تجربوها تعجبكم. غادي نزيد شويه تاع الكمون. ها هو خواتاتي، وما تكثروش، نديروا شويه وشوفوا لا عجبتكم زيدوا، ما عجبتكمش ما ديروش. يعني ماشي بالسيب زعما، لا الطعام تاعكم يجي شباب ما ديروش. ولا خواتاتي درتكم طريقه تاعي نديرها انايا كي ندير الطعام. من بعد باش ما تفتوش المرقه تاعكم خلطوا كيما هكا شويه، ونتلاقوا خواتاتي غادي نوريكم الطعام تاعي في صحن التقديم. كيما راكم تلاحظوا خواتاتي ها هو الطعام تاعي راني وجدته، نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه ان شاء الله. وش نقول لخواتاتي، بارك الله فيكم والى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.